أهلا بكم جديد. عادة إذا ما أرادت دولة ما تمتين علاقاتها مع دولة أخرى فإنها تختار شخصا يمثلها هناك ويسمى بالسفير. جرت العادة بحسب الأعراف الدبلوماسية أن يباشر السفير مهامه الجديدة بعدما رسم شبيهة بهذه، يقف أمام رئيس الدولة المضيفة، يتبادلان التحية، يسلم أوراق اعتماده، ثم يلتقطان صورة بروتوكولية وانتهى الأمر. مؤخراً عينت المغرب سفيراً جديداً لها في روسيا، اسمه لطفي بوشعارة. السفير الجديد أحب لفت الانتباه لتراث بلاده فاختار هذا الثوب ناصع البياض المعروف في المغرب باسم الجلابة أو الجلباب بالفصحى. وقف بوتين لاستقبال السفير وكالمعتاد جرت المراسم. إلى هنا كل شيء طبيعي، غير أن لباس السفير المغربي أثار ما لم يكن متوقعا. الروس لم يسبق لهم أن شاهدوا لباسا كهذا أو سمعوا بالجلابة من قبل. لتبدأ التحليلات حول طبيعة الثوب على منصات التواصل الروسية، أكثر التحليلات غرابة كان أن السفير المغربي يرتدي لباسا مخصصا لحمايته من فيروس كورونا. هذا التحليل انتشر بشكل واسع ومثيرا ضجة كبيرة في روسيا. نقرأ على تويتر: يبدو أن السفير المغربي قد خرج متأثراً بأنباء فيروس كورونا، لقد بدأ حفل أوراق الاعتماد في الكرملين. لا أعتقد أن أحداً سوف يلبسه، غطاء رأس مدبب، إنه امتياز لسيد السحر الأبيض، أسهل في القول ساحر. بلال أحب توضيح المعلومة للروس فقال: هذه هي ملابسهم التقليدية، وبالمناسبة هذا الزي غالي الثمن، ملكهم غالباً ما يمشي مرتدياً ثوباً شبيهاً بهذا. المفارقة في القصة مشاهدين أن مخاوف الروس جاءت بالتزامن مع إعلان الكرملين إخضاع كل زوار بوتين لفحص دقيق قبل لقائه خوفاً من كورونا متسلل هنا أو هناك. وإلى أن تطوى صفحة هذا المرض يبدو أننا سنسمع الكثير من القصص الغريبة حول العالم.